Tresemme Fashion Night 2015. رحبوا معي على المسرح بوسيم مرقص. شركة كتير مهمة، شركة كتير قوية، لمست اشياء ما قدرت لقيتها بغير برودوي بغير شراك، وان شاء الله بقدر اكون عند حسن ظنهم. حلم بالعالمية والنجاح من اول انطلاقته ببيروت، هيدا هو نيكولا جبران. Ladies and gentlemen, بترككم مع الفاشن شو لنيكولا جبران لصيف 2015. Enjoy.